الأهلي بطل لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة بمسماه الجديد باسكتبول أفريكا ليج لأول مرة في تاريخه. بجدارة واستحقاق بيستطيع فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أن هو يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة 2023 بعدما بيفوز في المباراة النهائية على فريق دوان السنغالي بنتيجة 80-65 في المباراة النهائية اللي بيتقام على صالة كيغالي في رواندا. الأسباني أوغستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي بيعزف أجمل سيمفونية مع لعيبة الأهلي طوال مباريات البطولة، بيثبت فعلا أن الأهلي بيستحق هذا اللقب التاريخي عشان تكون دي البطولة الأولى لنادي الأهلي والتانية للمدرب الأسباني أوغستي بوش بعدما بيكسب أول نسخة ليه مع نادي الزمالك. الأهلي بعد الفوز ده باللقب بيتأهل مباشرة للمشاركة في كأس العالم للأندية، بالتأكيد إنجاز كبير بيضاف لإنجازات النادي الأهلي وأيضاً لكرة السلة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام. في المجمل هو موسم تاريخي بكل المقاييس لفرق الصلاة بالنادي الأهلي وكمان لإدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بعدما بيتوج بمعظم ألقاب الموسم ده. اهلا بكم، حلقه جديده من رقم 10. هكون معاكم ضيف في البرنامج الاسبوع ده من السبت للثلاث ان شاء الله، كريم رمزي زميلنا المتالق يرجع تاني ينور الحلقات وينور البرنامج بتاعه. طيب خلونا نبدا مع الانجاز الكبير اللي حققه الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي، بيتوج بلقب بطوله افريقيا للانديه البال 3 اللي بتقام في رواندا بعدما بيفوز على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة. النتيجة كانت 80-65 تحت قيادة مدربه الأسباني أوغستي بوش. بتقام المباراة على صالة كيغالي أرينا، خلالها بيقدم الفريق الأحمر عرضا قويا بينجح فيه الظهور وبشكل مميز جدا في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن، كمان الهجوم السريع، الرميات الثلاثية الثري بوينت والريباوند، بينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65. بعد المباراة بيحتفل الجهاز الفني واللعيبة بعد الفوز بالبطولة والتأهل طبعا لبطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. طيب خلونا بقى يعني نحتفل بالفوز مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. كابتن خالد ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، مبروك على كل جمهور النادي الأهلي، مبروك على مجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك لكل المنتمي للقلعة الحمراء، نقول له مبروك على النهارده بطولة أفريقيا وحسن ختام أو مسك الختام لسيزون 22-23، التأهل الى بطوله العالم في سنغافوره شهر 10. فبنحمد ربنا جدا جدا على اللي احنا وصلنا له، وبنحمد ربنا ان احنا شهر 10 بنلعب 2 بطوله عالم، واحده بطوله عالم في السعوديه لكره اليد والثانيه بطوله عالم اخرى في سنغافوره لكره السله. وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه جوه بطولات العالم برضه. وشك حلو يا كابتن خالد على النادي الاهلي، يعني حضرتك من ساعه ما جيت النادي الاهلي تقريبا كان في ابريل السنه اللي فاتت، وما شاء الله الله اكبر، يعني الاهلي ما سابش بطوله الا ويكسبها. الحمد لله نحمد ربنا. انا دايما بقول ان احنا منظومه متكامله. الحمد لله ربنا اكرمنا جوه النادي الاهلي، ان احنا كل واحد عارف دوره ايه،
كل واحد مش بيبخل نقطه عرق واحده في سبيل نجاح النادي. مجلس الاداره عارف دوره ايه بقياده كابتن محمود الخطيب، بيحط استراتيجي معينه، بيجيب مدير نشاط رياضي بيتعامل معايا على ايه المطلوب منه في المرحله اللي جايه، مدير نشاط بيجيب المديرين الفنيين وهكذا، وهلم جرى. المهم الحمد لله نحمد ربنا كله اشتغل في المنظومه باخلاص، من اول اللاعبين، من اول غرف عمال غرف اللبس، كل الناس، كل المنظومه الرياضيه، النشاط الرياضي، مجلس الاداره، كله اشتغل علشان يعمل النجاح ده. بنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له، وبنقول احنا في الوقت اللي جاي علينا حمل كبير جدا جدا جدا. السنه الجديده والجمهور، انت عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيحب البطولات ودايما بيحب الاحداث الرياضيه زي ما بيقولوا، فيعني ربنا يكرمنا باذن الله في المرحله اللي جايه نقدر نساعدهم اكتر واكتر باذن الله. خلينا يا كابتن خالد نتكلم يعني شويه فني بقى، رايك ايه في المدرب اوجيت شبوتش والاداء بتاعه الرائع جدا، وهو يعني الفنيات بتاعته عاليه جدا، وده كان باين جدا في المباريات البطوله، خاصه الماتش بتاع النهارده، وشفنا ازاي فرق في الـ الربع الثالث من الماتش. مش خالد العودي هيقيم اوجستي بوش، اوجستي بوش بيتكلم عليه نتائجه، بقول له الف مبروك جدا جدا، ما شاء الله هو فعلا عمل طفره وعمل انجاز وعمل تاريخ في نادي النادي مع النادي الاهلي في الوقت ده، 8 بطولات في من اصل 9 اشتراكات او 10 اشتراكات بطولات تقريبا حاجه زي كده، فيعني بجد ماشي كويس جدا. ما خسرش تقريبا الا البطوله العربيه قدام الكويت والكويتي، وفي بطوله ثانيه خسرها يعني بطوله عربيه احنا خسرناها في الكويت. أيوة. بس برضو مش هقول انا دايما مش بارمي على الحكام، بس كان في مشكله حصلت هناك والتحكيم كان، بس احنا بنتكلم يعني 8 بطولات يا كابتن خالد من 10 يعني احنا الحمد لله. بص دايما احنا دايما النادي الاهلي بيحب كل البطولات يخش فيها يكسبها، لكن اكيد ربنا بيوفق في بطوله، ربنا مش بيكرف في بطوله، بنقول الحمد لله دايما على كل ربنا بيديه لنا. لكن هو جوستي بوش في حته ثانيه تماما، الراجل بصراحه حد عنده من مهارات، من اسلوبه، من فنياته، من اسلوب تدريبه، حاجات كتيره جدا جدا جدا. اختلفت معاه كتير جدا جوه الاوض المغلقه، لكن في الاخر بيطلع بقرار معاه، فبقول له الف مبروك. هو ما شاء الله عليه حد بجد بيحب النادي الاهلي جدا، مخلص جدا في شغله، عشان كده ربنا بيكرمه وبيديله النتائج الكويسه دي، معاه لعيبه محترمه بتنفذ تعليماته، لان مدير فني جامد معهوش لعيبه اقوياء ما يقدروش ينفذوا تعليماته، اكيد مش هيحصل دي نتيجه. طبيعه الاختلافات بتبقى ايه يعني يا كابتن خالد؟ اختلافات عاديه جدا. اختلافات بص في الكلام، في الاسلوب. بص كلنا بنحب النادي من كل اتجاه، وكل واحد ليه اسلوب عايز يوصل له، واخد بالك؟ هو جايز يكون اسلوبه سريع، جايز يكون اسلوبه انا اسرع وهكذا، لكن في الاخر بمصلحه النادي احنا انا وهو بنطبقها على كل النادي، خلي بالك يعني كل المدربين فنيين، كل الكلام اللي بيحصل جوه الاوضه المغلقه حاجه، لكن لما بتطلع الحقيقه حاجه ثانيه تماما. طبعا. فبنقول للناس في الاخر احنا في حب النادي الاهلي بنشتغل بهذا الاسلوب، بنشتغل بهذا الحوار، بنشوف مصلحه النادي فين وبنعملها. دي اكتر حاجه يعني يا كابتن خالد بتميز النادي الاهلي بشكل عام. الشغل الاخلاص في العمل، بنشتغل في منظومه، كل واحد عارف قدره فين، وكلنا بندي بدون اسمها ايه؟ يعني بتدي مش في تفاني يعني في تفاني واخلاص في نعم في العطاء للنادي الاهلي. تفاني في العمل، لان هو ده النادي الاهلي اتعلمنا فيه، هو ده اللي ربانا، هو ده اللي كبرنا، هو ده اللي وقفنا قدام الناس، هو ده اللي النهارده جمهور كبير جدا، قطاع كبير جدا في مصر، جمهور كبير جدا بيساند النادي الاهلي، 80-90 مليون في العالم كله بيعدي ملايين، لكن هو ده اللي خلى النادي الاهلي بالشكل ده، المنظومه وجماهيره. الحمد لله بنحمد ربنا عليها. عظيم جدا. احنا الحمد لله حققنا البطوله، النادي الاهلي حقق بطوله النهارده لنادي الاهلي والمصر. هنحتفل بقى ازاي باللعيبه؟ هنحتفل ازاي باللعيبه؟ طبعا احتفالاتنا بكل اللعيبه حاجه قريبه باذن الله مع مجلس الاداره، لسه بننظم احتفاليه ليهم باذن الله قريبا جدا. هيكون ليهم احتفاليه، واحتفاليه كبيره جدا بكل الفرق الرياضيه، لسه السيزون ما خلصش لكل الفرق، لكن خلص بالنسبه للالعاب الجماعيه، لكن بقيه الفرق لسه في عندنا ناس بتلعب لغايه وقتنا هذا، وهيخلصوا لغايه 15/6 او ما يخلصوا، هننظم امورنا وهنعلن رسمي المواعيد الاحتفاليات امتى، لكن بكره ان شاء الله باذن الله في مطار القاهره هيكون ليهم احتفاليه خاصه باذن الله عند وصولهم لمطار القاهره باذن الله. عظيم جدا. احنا عندنا على يعني صعيد الدولي العالمي في عندنا فريق السله هيلعب في كاس العالم للانديه، كمان فريق كره اليد في النادي الاهلي هيلعب في
كاس العالم للانديه، عايزين نعرف بقى الاستعدادات بتاعه كلا الفريقين هتكون ايه؟ علاقه الموضوع الاستعدادات للفريقين بيكونوا مع المدربين الفنيين، هم هيجوا يقعدوا يطلبوا طلباتهم اللي هم الطلبات اللي هي مطلوبه عايزين يعملوها. احنا كنشاط رياضي نحاول نصفي هذه الاوضاع معاهم ونشوف متطلباتهم نقدر نلبيها مع مجلس الاداره. النجاح هو تلبيه طلبات المديرين الفنيين، وان شاء الله باذن الله اللي هيطلبوه باذن الله باذن الله مجلس الاداره عمره ما يتاخر على اي طلب بالنسبه لاي فريق في النادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله نبارك لحضرتك كمان يوم 11 الشهر اللي جاي الاهلي كره القدم، يعني نرجع كمان بالبطوله، يبقى احنا كده الحمد لله مسيطرين على كل قاره افريقيا. يعني كلنا منتظرين ده، وكلنا عايزين ده، وكلنا بنتمنى ده، ونقول ربنا يوفق اولادنا باذن الله في كره القدم، وباذن الله باذن الله يرجعوا لنا بطوله غاليه، لان البطوله دي غاليه على النادي الاهلي وغاليه على جماهيره، وان شاء الله باذن الله تكتمل الموضوع يوم 11، وكمان يسافروا بطوله العالم، ودي حاجات مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، وباذن الله باذن الله كمان يقدر لاعبتنا في بطولات العالم يرفعوا اسم مصر ويرفعوا اسم افريقيا، وباذن الله يحققوا مراكز متقدمه جدا في بطولات العالم اللي جايه باذن الله. كابتن خالد انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، يعني فعلا كان وشه حلو من ساعه ما جه النادي الاهلي في ابريل 2022. طيب خلونا نستعرض بقى، يعني نكمل كمان معاكم في الاحتفاليات بكاس الافريقي بال وفوز النادي الاهلي بيه. خلونا نشوف بقى قائد السيمفونية أوجستي بوش، نستعرض معاكم بطولاته مع النادي الأهلي خلال الموسمين اللي هو لعبهم مع النادي الأهلي. أول حاجة دوري السوبر مرتين مع النادي الأهلي، دوري المرتبط مرتين مع النادي الأهلي، كأس مصر مرتين، دوري منطقة القاهرة ومرة واحدة، والبطولة العربية مرة واحدة، وبطولة أفريقيا الباسكتبول أفريكا ليج مرة واحدة. طيب ده ما له صلة بكرة السلة في النادي الأهلي. بنبارك للنادي الأهلي على الفوز الرائع والأداء العظيم جدا المستحق، فوز مستحق بشكل كبير جدا للنادي الأهلي. ألف ألف مليون مبروك ليهم على الفوز لنادي الأهلي والمصر. طيب خلونا بقى، احنا لسه مستمرين معاكم في النادي الأهلي من السلة لكرة القدم. عايزين نسأل سؤال، الأهلي هيحتاج إيه علشان يفوز بالدوري المصري بشكل رسمي؟ خلونا نشوف الأهلي بالظبط هيحتاج إيه على صعيد الأرقام. دلوقتي النادي الأهلي بيحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، النادي الأهلي بيخاض 23 مباراة، بيتفوق على بيراميدز وده يعني رقم 2 أكثر ملاحقي صاحب ال 55 نقطة بعد خوض 27 ماتش. بيراميدز بيلعب 27 ماتش وليه 55 نقطة، نادي الأهلي ليه 59 نقطة. طيب في حال إن نادي بيراميدز فاز في كل المباريات المتبقية ليه، في 7 مباريات المتبقية ليه، هيصل للنقطة رقم كام؟ 76. خلينا نركز بس معلش في الأرقام، النادي الأهلي عنده 59 نقطة دلوقتي، بيراميدز عنده 55. لو بيراميدز فاز في كل الماتشات وهو ليه 7 ماتشات متبقيه هيكون ليه كام؟ 76 نقطه، ده لو في حال فاز في كل الماتشات. النادي الاهلي بقى محتاج ان هو يفوز في كام مباراه علشان ما يبصش على اقرب ملاحقيه ويفوز بشكل رسمي بالدوري؟ الاهلي لو فاز فقط في 6 مباريات من اصل كام مباراه؟ من اصل 11 مباراه. الاهلي لو فاز في 6 مباريات فقط من اصل 11 مباراه هيصل للنقطه رقم 77، بيضمن الفوز بالدوري المصري الممتاز. بالتالي الاهلي في حاجه ان هو يفوز زي ما قلنا ب6 مباريات من اصل 11 مباراه متبقيه ليه علشان يفوز بالدوري المصري دون النظر لنتائج الفرق الاخرى. طيب ده احنا بنفترض ان مفيش حد من المنافسين لنادي الاهلي تعثر في اي من الماتشات، انا بتكلم ان هو لو فاز نادي بيراميدز في كل الماتشات المتبقيه ليه اللي هي 7 مباريات، الاهلي محتاج فقط ان هو يفوز في 6 مباريات من اصل 11 مباراه. طبعا لو حصل اي تعثر من قبل طبعا المنافسين فهيحتاج النادي الاهلي عدد اقل من النقاط. طيب ده على صعيد الارقام النادي الاهلي
علشان يحقق بطولة الدوري بشكل رسمي محتاج ايه بالظبط؟ طيب خلونا نروح نشوف ارقام مدير الفني لكرة القدم مارسيل كولر. الارقام دي اللي احنا هنشوفها بعد الخسارة من سان داونز بخماسية. الراجل عمل طفرة في الأداء، طفرة في النتائج، خلونا نشوف. مارسيل كولر بعد الهزيمة بخماسية من سان داونز لعب 13 مباراة، فاز في 12 مباراة، تعادل في مباراة واحدة. معنى ذلك أنه من ساعة هزيمة سان داونز الأهلي ما تهزمش، كسب 12 مباراة وتعادل في ماتش واحد بس. سجل كام؟ سجل 28 هدف وبتستقبل شباكه هدف وحيد. دي أرقام مارسيل كولر الداهية السويسري. طيب لسه معاكم مستمرين في أخبار النادي الأهلي. مصدر بالنادي الأهلي بيقول إن ما تردد عن رحيل كهربا، خبر مهم، ما تردد عن رحيل كهربا بنهاية الموسم، خبر عار عن الصحة، غير صحيح. المصدر بيأكد إن كهربا مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، خصوصا إن كهربا مدد عقده مع النادي الأهلي، بيستمر حتى كام؟ سنة 2026، يعني بعد 3 سنين. المصدر بيشدد على أن اللاعب عنصر هام طبعا بالفريق، لن يتم التفريط فيه. يعني الخبر بتاع كهربا أنه هو هيرحل عن النادي الأهلي هو خبر غير صحيح تماما. لعيب مستمر لغاية 2026، ده فيما لا وصلة بكهربا. طيب لسه مستمرين معاكم في أخبار النادي الأهلي. الخبر اللي هو كل متابعي، كل جمهور نادي الأهلي عايزين يعرف، مصير حارس مرمى النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي محمد الشناوي، إيه مصيره؟ طيب عشان نحاول إن احنا نطمن الناس، الموضوع بيسير بشكل جيد تقريبا، يعني إن هو في تنفيذ البرنامج التأهيلي بتاعه عشان يتخلص من المزق اللي حصل له في السمانة اللي اتعرض ليه في الفترة اللي فاتت. الشناوي بيعمل ايه؟ الشناوي خد حقنتين بلازمة علشان تسرع من عملية التعافي من الإصابة. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله هيكون جاهز علشان يشارك في نهائي بطولة الدوري أبطال إفريقيا، اللي طبعا ماتشين هيتلعبوا أمام الوداد المغربي. الماتش الأول هيكون يوم 4 يونيو هنا على استاد القاهرة. دي طبعا مباراة الذهاب. مباراة الإياب هتكون إن شاء الله يوم 11 يونيو في المغرب. طيب لسه برضو مكملين في مركز حراسة المرمى للنادي الأهلي. كابتن علي لطفي حارس الأهلي بيتأكد غيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب إن هو بيعاني من شد في العضلة الخلفية، بس هو إن شاء الله يعني هيكون جاهز للتواجد مع الفريق في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو. الحارس الثالث للنادي الأهلي مصطفى شوبير، يعني الإصابات يعني شوطة واحدة خدت كل حراس المرمى نادي الأهلي، نتمنى طبعا لهم السلامة جميعا. مصطفى شوبير حارس مرمى نادي الأهلي، أمل مصر وأمل النادي الأهلي في حراسة المرمى، ربنا يحرسه، هيحرس مرمى الفريق بشكل طبيعي في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري يوم الاثنين. احنا طبعا كلنا تابعنا المباراة امبارح، هو تعرض لإصابة في لقاء طلائع الجيش وحصل له قطع في جفن العين. طبيب النادي الأهلي بيؤكد ان مصطفى شوبير بيتم علاجه، لن يكون هناك اي عائق في تواجده مع الفريق امام سيراميكا كليوباترا. تاني الف سلامه على كل لعيبه النادي الاهلي وكل اللعيبه بشكل عام. طيب خلونا نروح لكابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. كابتن جهاد يا صباح الفل. صباح الخير استاذ رجائي، وعليك وعلى كل مستمعينك وعلى كل مشاهدينك. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا يعني جمهور النادي الاهلي عنده كده ايه تخوف
من الحكام اللي تم تعيينهم لإدارة مباراة الذهاب والعودة في نهائي ما أمام الوداد المغربي؟ احنا عندنا معتز إبراهيم الليبي ده في الذهاب، وفي الإياب الأثيوبي طبعا سينيا. ألو، أنا حضرتك سامعني؟ أنا سامعك كويس يا فندم. تطمنا بإيه يا كابتن جاي؟ بص استاذ، هو الماتش الاولاني في مصر معتز الشلماني حكم ليبي صاعد واعد من 2019 وحكم دولي وماشي بصوره مميزه جدا من حكام الصفه حاليا في الاتحاد الافريقي اللي بيجهزوهم عشان يبقوا حكام الصف الاول في الاتحاد الافريقي بتاع التغيير الاتحاد الافريقي للصف الاول بكامله. وده معلوش مشكله يعني يا كابتن جاهد؟ لا ماشي كويس، وحكم بنقول دايما في التحكيم ده جعان تحكيم، بيحكمه حكم صغير عايز يعمل اسمه، عايز يشتغل كويس. الراجل ده ماشي بصوره محترمه جدا، حكم مباريات مهمه جدا الفتره اللي فاتت، منهم الزمالك وشباب بلوزداد، منهم الاهلي والرجاء ماتش العوده بدور الثمانيه، منهم بيراميدز والجيش الملكي 2-2 في الكونفدراليه الافريقيه، فعمل ماتشات دربيات عربيه بصوره محترمه. ما كانش عليه اي علامات استفهام، ما فيش اي نادي اشتكاه او اي حاجه حصلت خالص، هو ماشي بصوره كويسه جدا اهلته ان هو يبقى مرشح للمباراه النهائيه. في ماتشات عملها في تصفيات امم افريقيا، كينيا وجزر القمر وغينيا وغينيا بيساو، عملوا ماتشات بصوره كويسه. هو ماشي بصوره محترمه جدا تحكيميا، ومعاه طقم ليبي تونسي، عطيه ليبي ده المساعد الاول، ده راجل من الخبرات اللي موجوده في الاتحاد الافريقي. والمساعد الثاني التونسي خليل حساني، برده من الحكام المساعدين اللي برده موجودين في البطولات الكبيره طول الوقت. فبتتكلم على طقم تحكيم كامل ده في مباراه الذهاب. الذهاب ومعاه هيثم كرات كحكم فار، ومصطفى غربال وحكم مساعد كاميروني في الفار. بتتكلم على طقم تحكيم تم اختياره بعنايه عشان مباراه كابتن جهاد. ما اعتقدش ان الاهلي وجمهور الاهلي في عنده مشكله بطقم التحكيم بتاع الماتش الاولاني، لكن بنتكلم خالص احنا كل الناس عايزين على يعني ماتش الاياب بقى، يعني نتكلم على مملكه سينا بقى في ماتش الاياب. أيوة. الحكم الاثيوبي، انا هتكلم بمنتهى الامانه، الراجل ده انا عشت معاه وعشت لعبت معاه بطولات افريقيا وعارفه بصفه شخصيه. حكم يتسم بالنزاهه، حكم يتسم حكم يتسم بالنزاهه حكم فير لاقصى درجه، ممكن يخطا زي اي حكم في العالم ممكن يخطئ، لكن ما عندوش غرض، حكم طول الوقت فير. يمكن كان في مشكله قبل كده معاه هو في نهائي الكونفدراليه الافريقيه لما الزمالك كان بيلاعب فريق من المغرب ورئيس الاتحاد المغربي عمل معاه مشكله بعد المباراه واشتكى، وكان في مشكله مع رئيس الاتحاد المغربي فتره وبعد كده تنازل عن الشكوى، لكن في الاخر الراجل لم يتاثر بضغوط رئيس الاتحاد او ضغوط جامعه مغربيه او الراجل طول الوقت بيشتغل فيه. بس انت اعتقد النادي الاهلي، وصحح لي كابتن جهاد لو انا يعني ناسي، اعتقد النادي الاهلي قدم فيه قبل كده شكوى. كان نفس الماتش، كان وداد والاهلي، الاهلي وداد برضه نهائي دوري ابطال افريقيا على ما اتذكر، ان كان بملك لعب 9 ماتشات الاهلي، فاز في الاهلي فيها 3، يعني بجيب لك ارقام معايا، وخسر الاهلي فيها 4 وتعادل ماتشين. نهائي 2017 يا كابتن. لعب نهائي لافريقيا مرتين مع الاهلي، مع الترجي 2016 2016 وبالوداد مع الوداد 2017. ما ده يخلينا نسال سؤال يا كابتن جهاد. الشكوى دي اتفضل. يعني. لا اتفضل دي حاجه مهمه. هو يعني ده يعني يعتبر ثاني نهائي يديره للنادي الاهلي امام الوداد. هو زي ما قلت لك الزمالك حقق معاه النهائي امام نهضه بركان، الواقعه الشهيره بتاع فوزي لقشع اللي هو رئيس الاتحاد المغربي اللي هو كان رئيس ساعتها برضه نادي نهضه بركان، وكان طبعا يومها بملك عمل ماتش كويس جدا والزمالك كسب البطوله هنا في القاهره، ونزل كان معترض عليه وهاجمه بشده يعني في الفتره ديت، وكانت في مشكله كبيره حصلت بينه وبين رئيس الاتحاد المغربي في الوقت ده. احنا بنتكلم ان هو الراجل، انا بقول لحضرتك فير لاقصى درجه، الراجل اللي بيشوفه بيحسبه، وارد يخطا وارد يخطئ عادي جدا، لكن التخوف اللي عند الاهلي ان هو الماتش اللي كان فيه مشكله او اللي هو كان الاهلي اشتكى فيه هو كان ماتش الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. والماتش بيتكرر تاني، والماتش المره دي في المغرب والمره اللي فاتت كانت في المغرب برضه. ما عشان كده كل جمهور الاهلي هو بيتكلم ربطوها بكده. تمام. اتفضل. ما عشان كده كابتن الجمهور الاهلي اللي بيتساءل، يعني هل الاتحاد الافريقي مش لاقي الا الحكم ده علشان يعينه في النهائي؟ هو بص، هو دلوقتي هو المعايير اللي الاتحاد الافريقي حطها لقى المعيار للحكم دوت، يعني هو المعيار الاساسي للاختياره، لكن انا كنت اتمنى
بصفه شخصيه ان يبقى بملك موجود في القاهره ومعتز الشلمان اللي موجود في المغرب. او اي حكم العكس تاني يا يعني، انا كابتن. قصدي لو لا احنا الاثنين ماشي، الاثنين يتم اختيارهم، كان ممكن معتز الشلمان يبقى موجود في المغرب وبملك يبقى موجود في القاهره، عشان انت قلقان منه من لعب قبل كده الوداد في المغرب، فهات القاهره بغض النظر. بس انا وتوقع الشخص يا استاذ رجائي ان شاء الله هاي الطقمين سواء الذهاب او العوده يعملوا مباراه كويسه، يطلعوا بالتحكيم الافريقي بصوره كويسه، كل واحد ياخد حقه، وفي الاخر نتمنى التوفيق طبعا لمصر، مصر كمصريين يعني بعيد عن اي حاجه. حضرتك كابتن يعني خبرنا في مجال التحكيم، تنصح لعيبه الاهلي ان هم ازاي يحاولوا يتعاملوا مع الحكم الاثيوبي في ماتش العوده؟ لا، هو لازم نتعامل بحكمه وبمنتهى الهدوء في وسط جمهور هيبقى متحمس جدا في المغرب. انا الجمهور ده انا عارفه ولعبت قصاده وعارف الجمهور بيبقى عامل ازاي. جمهور بيحمل ضغوط للفريق الضيف وبيحمل ضغوط للحكم اللي موجود وبيحمل ضغوط، وجمهور وفرقه لا تقبل ما بتقبلش خساره بحال من الاحوال، عايزه طول الوقت انا في ملعبي لازم اكسب باي شكل من الاشكال. فبالتالي ما تحطش انت كلاعيبه اهلي الحكم في ضغوط، زود الضغوط اللي عليه، لان هو اساسا في ضغوط جمهور وبلد وتنظيم وماتش بعده تسليم الكاس، فضغوط كبيره. كمان الضغوط هتزيد في نتيجه ماتش الذهاب، نتيجه ماتش الذهاب لو مش بعيده او الاهلي فارق بمسافه كبيره هيبقى الضغوط تزيد، وبالتالي مش مطلوب من لاعبي الاهلي زود الضغوط على الحكم هناك في ماتش العوده، لان ده هيخلي الحكم طول الوقت تحت ضغط اكتر من الضغط اللي هو فيه، وممكن تزيد بعد نتيجه سلبيه على لعيبه النادي الاهلي من قبل الحكم. لكن اتمنى ان هو طول الوقت يحسوا ان هو فير، او هو يحسسهم ان هو فير، وهم في نفس الوقت يتعاملوا معاه بصوره مريحه، ما يزودوش اللود اللي عليه، لان طبعا مجرد التحكيم النهائي هو لود لوحده. وبالتالي انا بتمنى ان شاء الله التوفيق للتحكيم، وفي الاخر يخرج مملك ويخرج معتز بالماتشين بصوره تحكيميه ما فيش فيها مشكله، وكل واحد ياخد حقه، ونتمنى التوفيق لمصر ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيم، اشكرك شكرا جزيلا، يعني كل التوفيق للنادي الاهلي، مهمه طبعا اكيد اكيد مش سهله امام بطل المغرب. طيب خلصنا النادي الاهلي، احتفلنا مع النادي الاهلي في السله ودعينا له في النهائي الافريقي، خلونا نروح نشوف الفارس الابيض رقم الزمالك. طيب البرنامج بتاعنا بيرصد كواليس زيارة فرجاني ساسي إلى مصر وحقيقة عودته لنادي الزمالك، علنا كده حبة أخبار حصرية لرقم 10، تعالوا نشوفها بالتفصيل. طيب فرجاني ساسي طبعا الدولي التونسي، فرجاني ساسي لعيب الزمالك السابق وهو لعيب الدحيل القطري الحالي، ونحط خط تحت لعيب الدحيل القطري الحالي ليه هنعرف بعدين. تمام تمام، بيجي القاهرة تقريبا من كام يوم كده في زيارة لمصر بعد ما الموسم هناك في دوري القطر بينتهي، جاي مصر في زيارة، وطبعا الدحيل القطري بنبارك له عشان هو فاز بلقب الدوري هناك. تمام، الراجل فرجاني ساسي عايز يروح يزور صحابه وزمايله السابقين في نادي الزمالك، ده رقم واحد. رقم اتنين، في الأيام اللي فاتت فرجاني ساسي التقى اتنين، محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك السابق وفيوتشر الحالي، كان زميل طبعا ليه في فترة وجود فرجاني ساسي بالزمالك، وكمان التقى بيه محمود علاء المدافع للزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري. تمام تمام، وطبعا الصورة ما بتكذبش، يعني الحوار دار ما بين التلاتة على ايه؟ على مصير كل واحد منهم. جنش قال لساسي ان هو مستمر مع فيوتشر، ده بالنسبة لجنش. محمود علاء بيؤكد عن عودته لنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وان هو لن يخرج للإعارة مجددا، يعني جنش مستمر وعلاء هيرجع تاني للإعارة لنادي الزمالك، ده رقم اتنين. تمام تمام، رقم ثلاثة، الدولي التونسي بقى بيؤكد ليهم لزملاته الاثنين ان هو بيفتقد طبعا اجواء الدوري المصري، بيقول ان هو الدوري المصري ليه اجواء يعني فيها خصوصيه، وانه كمان بيعتبر الدوري المصري من اقوى الدوريات العربيه على المستوى الجماهيري، بيفجر مفاجاه
وهي دي اللي احنا عايزين نتكلم عليها ونتايتلها، ان هو المفاجأة بتقول ان هو هيوقع او وقع خلاص مع نادي قطري جديد هينتقل ليه بداية من الموسم المقبل، بيقطع بذلك اي امال حول عودته تاني للدوري المصري من بوابة نادي الزمالك في الفترة المقبلة. وفقا بقى للمصادر بتاعتنا في رقم 10، النادي اللي وقع عليه فرجاني ساسي هو نادي ايه؟ نادي الغرافة القطري، ده خبر حصري لرقم 10. طيب رقم 4، فرجاني ساسي كان من المفترض ان هو يتواجد في مران الزمالك يوم السبت النهارده عشان يقف جنب زملائه ويدعم زملائه السابقين في الفريق ويشوفهم قبل ما يرجع يغادر القاهره خلال الساعات المقبله، لكنه ما كانش يعرف ان موعد التدريب في نادي الزمالك يعني اختلف. الزمالك ده تبقى فريق بيتدرب الصبح، فهو للاسف تخلف عن الحضور. النقطة الخامسة، اللاعب التونسي بينتظر جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة علشان نعمل ايه؟ عشان نحسم جميع الامور الخاصة بمستحقاته السابقة. هو ليه 650 الف اورو تم الاتفاق على حصوله عليهم بشكل ودي بعد الشكوى اللي كان هو تقدم بيها ونادي الزمالك في المقابل طعن عليها. تمام تمام. آخر نقطة معانا في زيارة فرجاني ساسي للقاهرة وأنباء ما تردد من أنباء حول عودته للزمالك، خلاص احنا قلنا أنه وقع لنادي الغرافة القطري. هو بيقول اللحظات دي حتى اللحظات دي لم يتواصل أي مسؤول من جانب نادي الزمالك مع فرجاني ساسي. اللاعب يرى أنه في حال عدم التواصل معاه هيمشي، هيكمل أجازته، هينضم إلى ناديه الجديد، هيترك بقى الأمور في يد المحكمة الرياضية الدولية. لما تحكم لي من جديد هينتظر وقتها تواصل مسؤولي الزمالك معه. ونتمنى طبعا أن الموضوع يعني يمشي بشكل ودي ما بين فرجاني ساسي ولاعب ونادي الزمالك. طيب ده بالنسبة لكواليس زيارة فرجاني ساسي إلى مصر. لسه مكملين معاكم في أخبار نادي الزمالك، برضو من الأخبار اللي هي انتشرت تم تداولها وحابين إن إحنا نحط النقط على الحروف فيها. طيب سيف فاروق جعفر لعيب خط وسط نادي الزمالك، اللعيب الصاعد الواعد، بينفي إن هو يكون وقع على عقد مع نادي بيراميدز في الفترة اللي فاتت، بيؤكد ان هو ما زال بينتظر ان هو يقعد في جلسه مع مسؤولي الزمالك علشان يحسم الموقف بتاعه بشكل رسمي، وبينتظر ان هو يوقع عقد جديد مع نادي الزمالك، خصوصا ان العقد الحالي بينتهي بنهايه الموسم الحالي. طيب اخبار الانتقالات لنادي الزمالك، التونسي الياس الجلاصي لاعب طبعا النادي المصري البور سعيدي بيرفض في الوقت الحالي، بيرفض ان هو يرد على الوكلاء في اي حاجه تخص مفاوضات الزمالك معاه علشان الحصول يعني على خدماته في الموسم اللي جاي. بيطالب ان اي اتصالات مباشره تكون مع الفريق بتاعه، مع النادي بتاعه المصري البور سعيدي. البور سعيدي هو الجلاصي ملوش او ما عندوش اي مانع ان هو ينتقل الى نادي الزمالك، بس هو بيطلب حاجه واحده، ان هو تكون التواصل الاتصال مع النادي بتاعه بشكل مباشر مش مع هو عايز يكون زي ما قلنا ان التواصل يكون مع الفريق بتاعه من خلال اداره المصري البور سعيدي. طيب لسه مكملين في أخبار نادي الزمالك وأخبار اللعيبة اللي بتنتقل من وإلى نادي الزمالك في الأيام الأخيرة. كمان بعض الوكلاء قرينا إن هو بيعرض اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا صاحب العشرين سنة. ليونيل وامبا لو احنا فاكرين هو صاحب هدف الفوز على نادي الزمالك، هو بيلعب في مركز المهاجم في فريق شباب بلوزداد الجزائري. تم عرضه على مسؤولي نادي الزمالك علشان يتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية
المفروض ان شاء الله هتبدا في يوليو. مسؤولي نادي الزمالك قاموا برفع الامر للجنه الفنيه عشان هي اللي هتحسم الامر. اللجنه الفنيه في الوقت الحالي بتدرس الارقام، بتدرس الاحصائيات بتاعه اللعيب قبل ما يبداوا اصلا ان هم يتفاوضوا معاه، هل هيناسبهم هل مش هيناسبهم. بعد كده طبعا هيتم عرضه على مدير فني لنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو. وامبا كان زي ما قلنا صاحب هدف فوز شباب بلوزداد على الزمالك 1-0 في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا اللي بتتلعب دلوقتي. طيب لسه مكملين معاكم في اخبار نادي الزمالك، اخبار اللعيبه، عقود اللعيبه. التونسي حمزه المسلوسي ظهير ايمن نادي الزمالك بيوافق على ان هو يجدد عقده مع الزمالك اللي بينتهي بنهايه الموسم الجاري. اللعيب بينتظر ان هو يعقد جلسه مع مسؤولي نادي الزمالك علشان التجديد، خصوصا انه وافق على جميع التفاصيل الخاصه بالعقد بتاعه الجديد. في خبر من رابطة الأندية المصرية للمحترفة، وهو يعني خبر أنا بحترم هذا القرار الخاص برابطة الأندية المصرية المحترفة. بس طيب خلينا طيب نروح نقول الخبر قبل ما نستقبل التليفون. تمام. رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت أن هي تعمل إيه؟ عملت قرار في صالح نادي الزمالك. قررت ايه؟ ان هي تضغط مباريات الدوري المقبله بحيث ان الدوري ينتهي يوم 20 يوليو بدل من 25 يوليو. ليه؟ عشان هي بتحاول، الرابطه بتحاول ان هي تحل ازمه القيد في القيد الصيفي طبعا لنادي الزمالك. احنا عارفين ان نادي الزمالك هيطلع يخوض مباريات البطوله العربيه. رابطه الانديه بتسعى ان هي تمنح نادي الزمالك فرصه عشان يتم قيد اللعيبه بتاعته قبل اول مباراه بالبطوله. نادي الزمالك هيلعب اول ماتش ليه في البطوله العربيه يوم 20. لو لم يتمكن من ذلك، حق الزمالك في قيد صفقاته الجديده قبل المباراه الثانيه طبعا هتبقى فيه مشكله. فالخبر يعني قرار محترم من رابطه الانديه المصريه المحترفه تقف جنب نادي الزمالك عشان تحاول ان هي نادي الزمالك يسجل اللعيبه بتاعته الجديده قبل ما يخوض غمار البطوله العربيه. طيب خلونا نشوف الاتحاد السكندري وايه اللي بيحصل في الاتحاد السكندري. المدير الفني بتاع الاتحاد السكندري ورئيس نادي الاتحاد معانا هاني العوضي الناقد الرياضي من الاسكندريه. هاني ازيك؟ يا صباح الفل. صباح الفل عليك استاذ الرائي، واهلا بيك وبالساده المشاهدين. اخبار زوران ايه؟ احنا عارفين ان هو طلب ان هو يمشي يغادر نادي الاتحاد. هو بالفعل زوران من يومين كان في اجازه يوم، تاني يوم فوجئ البعض، فوجئنا ان هو ما راحش التمرين لا هو ولا المساعدين، سواء المدرب العام التونسي او مدرب حراس المرمى المغربي. ودي وضعت النادي في مشكله، وتبقى تحصل لاول مره في تاريخ نادي الاتحاد ان مدير فني ما ينزلش التمرين ويقول ان هو ماشي او عنده اسباب خاصه للرحيل. الاسباب دي خطأ، لكن بعض المحاطين دي كانوا بيروجوها. لكن قعد مع استاذ احمد عبد المجيد نائب رئيس النادي، طبعا ده كان في غياب الاستاذ محمد مصلح اللي هو ما زال متمسك بسالته. الاستاذ احمد عبد المجيد وصل مع زوران ان هو يكمل. المعلومات اللي طلعت من الاجتماع ان زوران كمل بسبب الشرط الجزائي. زوران كان المفروض يدفع شهرين شرط جزائي اللي هم حوالي 50,000 دولار، بالاضافه ان هو كان عليه عقوبات ماليه من لجنه المسابقات تصل ل 50,000 جنيه. فزوران رفض يدفع المبالغ ديت، وبالتالي نزل مضطر للتدريبات. طيب المحيطين بيه بيروجوا، يعني ليه السبب ان هو عايز يمشي؟ هل هو علشان يعني موضوع العقوبات يعني؟ اللعيبه تحولوا لموظفين. البعض قال ان هو عنده عروض سواء من الجزائر او من الخليج.
وده رغم انه زوران من اسابيع بسيطه كان مجدد تعاقده مع النادي للموسم القادم. مين اللي جدد معاه كابتن؟ كان استاذ محمد مصالح، كان اسمها تواجد استاذ محمد مصالح. طب احنا عارفين ان كابتن او استاذ محمد مصالحي يعني موقفه من رئاسه نادي الاتحاد طبعا بعد ما هو قدم الاستقاله بتاعته، هو مصر على الاستقاله. هو اخر تطورات الاستقاله هو استاذ محمد لا يزال متمسك بيها. حصل امس عقب صلاه الجمعه بمقر النادي بالصدي ساده اعضاء مجلسي الشعب والشيوخ اجتمعوا مع في النادي مع مجلس الاداره. المفروض ان هم اجروا اتصال وهم موجودين السيد الوزير دكتور اسف صبحي، وان في ميعاد هيجمعهم يوم الاثنين مع السيد الوزير لبحث سبل دعم نادي الاتحاد السكندري خاصه من الناحيه الانسانيه. واللي دي يعني عايز اقول لحضرتك ان ده السبب الرئيسي في استقاله الاستاذ محمد مصطفى، ان هو كان المجلس كله بيعول ان الانشاءات يبتدي العمل فيها بشكل كويس وفقا لوعد الوزير. كان اجتمع معاهم في رمضان الماضي وعدهم ب 20 مليون جنيه لدعم انشائي للفرع الجديد، وهم كانوا هيبتدوا يتسوقوا عضويات تسويق مول سوق النادي، فده كان هيحل الازمه الماليه. لكن هم فوقوا الاسبوع الماضي ب 900,000 جنيه فقط. يعني الموضوع اداري ومالي اللي ليه علاقه يعني بالاسباب اللي دفعت كابتن مصالح ان هو يستقيل. مالي اكتر منه حاجه ثانيه. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا هاني العوضي. طبعا بنتمنى ان ازمه فريق اتحاد السكندري او نادي الاتحاد السكندري ان هي تتحل، كابتن مصالحي يرجع ويتراجع عن الاستقاله، وكابتن مدير الفني لنادي الاتحاد زوران ان هو يكمل مع النادي. طيب وانا طبعا بحب يعني الاتحاد السكندري بشكل شخصي يعني عشان انا حد اسكندراني، فاتمنى ان كل مشاكل الاتحاد السكندري تتحل. طيب خلونا نروح لخبر ليه علاقه باتحاد الكره اللي هو بيرفض سداد مبلغ 50,000 دولار لمنتخب جنوب السودان من أجل خوض مباراة ودية مع منتخب مصر باستاد القاهرة يوم 18 يونيو المقبل. جنوب السودان طلب علشان يلعب مع منتخب المصري أنه هو ياخد 50,000 دولار. الاتحاد المصري بيرفض الطلب ده وبيكتفي ان هو بيتحمل فقط المصاريف، تكلفه اقامه منتخب جنوب السودان وملاعب التدريب وتذاكر الطيران لاقامه المباراه في الموعد المحدد اللي طلب يلعب فريق جنوب السودان. طبعا في توريا المدير الفني لمنتخب المصري بيفضل خوض مباراه وديه افريقيه قبل المباراه اللي احنا هنلعبها ان شاء الله. طيب خلونا نروح لاتحاد جدة وموسم سعودي كبير جدا وقوي جدا بينتهي بأن اتحاد جدة بينجح في تحقيق الدوري السعودي لأول مرة من موسم 2008-2009 بيفوز على فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة، بيتعادل في الناحية الثانية نادي النصر مع الاتفاق بهدف لكل فريق. آخر نسختين لاتحاد جدة في الدوري السعودي كانت ببصمة مصرية بتواجد طبعا لاعبنا طارق حامد وأحمد حجازي كأبطال في النسخة الحالية، وعماد متعب لو تفتكروا في موسم 2008-2009. بنبارك طبعا لاتحاد جدة تحقيقه دوري السعودي، لقب الدوري السعودي. طيب من الدوري السعودي زي ما تابعنا بقى النهاردة، البوندسليجا كانت على صفيح ساخن، كنا متابعين يعني ماتشين بتلعبوا في نفس الوقت هدف بهدف عشان يتم حسم مين بطل البوندسليجا. بيحسموا مين؟ بايرن ميونخ بيحسم لقب الدوري الألباني في الجولة الأخيرة في الرمق الأخير للدوري. بايرن ميونخ بينجح في الفوز بالدوري الألماني بعدما تساوى مع بروسيا دورتموند في النقاط
بس هو بيتفوق عليه في المواجهات المباشرة. بروسيا دورتموند بيدخل الجولة الأخيرة أمام ماينز في الصدارة برصيد 70 نقطة، بس بايرن ميونخ كان في الوصافة برصيد 68 نقطة، ده كان قبل مواجهة كولن. بروسيا دورتموند بيستقبل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد ما جيت ليه ضربة جزاء في الدقيقة 11 لكنه بيهدرها، بيتعاقب سريعا بقى بهدف تاني في الشوط الثاني. بيقدر دورتموند بروسيا دورتموند انه يسجل الهدف الاول ليه في الدقيقة 68 قبل ما يسجل هلارا الهدف ويتم الغائه في الدقيقة 93. بعدين بيتعادل صولي في الدقيقة 95، بس للأسف ده ما كانش كافي. بايرن ميونخ بيفتتح تسجيل بقى عن طريق كومان في الدقيقة 6 قبل ما يتعادل كولن في الدقيقة 80 من ضربة جزاء. ده كان كافي ان النتيجة دي تكون لدورتموند عشان يكسب الدوري، لكن موسيالا اهدى الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة بلس 90 علشان بيتقمص طبعا روح الفانيلا الحمراء. بيفوز بايرن ميونخ بفارق المواجهات المباشرة وكمان فارق الأهداف. طيب خلونا نروح نستقبل أحمد عادل، أحمد عبد الحميد، هاني عبد الصبور، النقاد بتاعنا. عندنا كلام كتير جدا، عندنا كلام عن الأهلي، الزمالك، اتحاد الكورة، بس خلونا نروح فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مرة ثانية. بينضم لينا النقاد الرياضيين أستاذ أحمد عادل، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وأستاذ هاني عبد الصبور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك الزرقاء. وكمان معانا أستاذ أحمد عبد الحميد، أهلا بحضرتك. أهلا الزرقاء. طيب إحنا عايزين الأول كده نبارك للإنجاز اللي عمله فريق كرة السلة في النادي الأهلي بفوزه ببطولة البال. طبعا أداء كويس جدا، عظيم جدا، وإدارة محترفة، إدارة فنية وإدارية أدت إلى الفوز. رأيك إيه هنا؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرت إنجاز كبير لكرة السلة المصرية، إنجاز كبير للنادي الأهلي اللي بيعيش أزهى فتراته مع كرة السلة بفضل طبعا أوجستي بوش، طبعا مدير فني عبقري. تشوفه واقف على الخط النهاردة، الراجل بيغير زي ما هو عايز مع مجموعة من اللاعبين. الإدارة وفرت له أيضا مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين قدر يضيفهم للمشاركة معاه في البطولة. لا طبعا نجاح كبير جدا سواء لإدارة النادي الأهلي أو الإدارة الفنية ولقطاع الألعاب الأخرى داخل النادي الأهلي بشكل عام. يتبقى له فقط بس يعني إنجاز في كرة القدم، وتبقى السنة دي سنة ناجحة على كافة المستويات والألعاب داخل النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. إحنا هنتكلم كتير عن النادي الأهلي، إحنا هنتكلم كمان على بعض اللعيبة في النادي الأهلي، بس خلونا يعني نروح لنادي الزمالك. والراجل ده احمد عادل طلع قريبي، فهنتكلم معاه على اخبار نادي الزمالك. شايف المدير الفني لنادي الزمالك مستقبله ايه مع الفريق؟ سمعنا ان يعني مستقبله مع النادي مش مضمون، وسمعنا اسم حسام حسن، كابتن حسام حسن بيتردد في الاروقه. تمام، بدايه كده لازم نبارك على الجمهور الاهلي واعضائه طبعا وجماهيره على الفوز ببطولة كرة السلة البال. دي يعني النسخة الثالثة، مصر تاخد نسختين خلال ثلاث نسخ، دي جميلة جدا. صحيح. الزمالك كان فاز بالنسخة الأولى والأهلي فاز بالنسخة الثالثة. الأهلي النهاردة قدم عرض ولا أروع إن هو يفوز بفارق عدد كبير من النقاط في مباراة نهائية. دي حاجة تحسب للجهاز الفني ولاعبيه. عايز أقول لك أستاذ أحمد إن هو يعني أهمية البال دي
قبل كده الام بي اي الدوري المحترفين لكرة السلة هو اللي بيرعى البطولة. قبل كده ما كانش ليه علاقة بال هو دلوقتي اللي دخل علشان يرعى البطولة. فاحنا يعني زي ما شفنا النهاردة تفاعل عظيم جدا من قبل الجماهير، تنسيق وتنظيم على أعلى مستوى تمام. للبطولة، يعني حاجة بجد احترافية جدا. تمام، نروح بقى للزمالك. نروح للزمالك والمدير الفني نادي الزمالك. يعني طبعا الزمالك جمهوره بقى الله يكون في عونهم كده بنقول عليه موسم للنسيان. حضرتك بتكلمني عن المدير الفني، الزمالك فيه ضبابيه، محدش عارف حاجه خالص في نادي الزمالك دلوقتي. يعني الحاجه الوحيده حتى اللجنه الفنيه اللي هي تقريبا بتدير النادي حاليا او بتدير امور الكوره في انقسام. مجموعه بتفضل ان اوسوريو يكمل تجربته في باقي 6 مباريات في الدوري، يكملهم بالطول ولا بالعرض زي ما بيقولوا يعني، واملا ان الامور تتحسن والنتائج تتحسن. مجموعه تانية بتفضل لا، يعني يكفي هذا من التجارب من التجربه، خصوصا هو بعد 6 مباريات. هو تقريبا جه لم يقدم عرض شهرين صح؟ نعم، جه الزمالك من شهرين تقريبا. هو كده لعب 6 مباريات مع الزمالك. طبعا النتائج مش احسن حاجه. زمايلنا هيحطوا لنا دلوقتي الارقام بتاعت اوسوريو مع النادي الزمالك. بس 6 مباريات، هل انت شايف ان ده يعني فتره كافيه ان احنا نحكم على مدير فني؟ لا طبعا، هو جاي طبعا ان هو السي في بتاعه قوي. طبعا هو جاي في ظروف صعبه، لكن خلينا نتفق على اتفاق. الراجل مش قادر يفهم الفرقه لغايه دلوقتي. يعني عنده مشكله. ما احنا لسه في 6 مباريات. انا عايز اقول لحضرتك هو مصر في 4 مباريات، الارقام بتاعت اوسوريو 3 مباريات فوز وتعادلين وخساره. حضرتك لو تتذكر، نرجع بالذاكره، حتى ال3 مباريات فوز اللي هو حقق فيهم الفوز لم يكن الفوز المرضي. يعني من ضمنهم يعني الفوز على هو خسر ماتش واحد بس. بس يعني حتى الفوز كان الفوز على بروكسي في دور ال 32 بطوله كاس مصر جاء بشق الانفس، يعني زي ما بيقولوا يعني. فلا، ما مش هو ده الحاجه اللي بيسعد جمهور الزمالك. يعني جمهور الزمالك بيبقى في دماغه مشروع. ده الراجل ده الراجل ده مش بيقدم حتى مشروع، هو مصر يطبق يغير من طريقه اللعب. شفنا يعني غير الراجل. ما الراجل برضه ليه فيجن يعني عايز يطبقها. ما هو احنا جايبين الراجل ده بالفيجن بتاعته. هي المرحله دلوقتي لا تتحمل هذه التجارب. الزمالك عنده هدف ان عنده على الاقل يحصل يخش المربع الذهبي، ان ما كانش يحصل على المركز الثاني لضمان المشاركه في دوري الابطال افريقيا الموسم القادم. ده من ضمن الطموحات. تعادل الفريق مع الداخليه وقبلها تعادل مع المقاولين بنفس الاخطاء بنفس اداره المباراه، هو المتقدم وقاعدين يخسر، دي ادت لفجوه ما بينه وما بين الجمهور. ودي زي ما قلت لحضرتك ان في اعضاء من اللجنه الفنيه، يعني انا طبعا عارف اساميهم، بس هم طبعا عشان لعدم الاحراج يعني طبعا رفض يعني لا متحفظين. يعني هم شايفين خصوصا ان الزمالك عنده البطوله العربيه. مجرد ما ينتهي الدوري الزمالك هيتوجه للسعوديه لخوض منافسات البطولة العربية، وعنده لغاية دلوقتي موجود معاه في المجموعة يعني النصر والشباب السعودي. وحضرتك ما متابع طبعا اكيد الدوري السعودي وشايف الاثنين يعني الثاني وثالث الدوري. ده دوري يعني قوي جدا جدا جدا. طب خليني اسال استاذ احمد، موافق مع الطرح بتاع بعض من الموجودين في المجلس الذي يدير شؤون كرة القدم في نادي الزمالك، اللي هو فيه زي ما الأستاذ أحمد قال فيه تحفظ على استمرار أوسوريو مع نادي الزمالك، شايف ده كويس أو لصالح الفريق إنه يتم إحلال وتبديل في الوقت ده؟ في الوقت ده طبعًا أنا مش مع الرأي ده، أنا كان مع الرأي الأولاني، أنا من بعد فريرا كان لازم أحط لي خطة، أنا هدفي إيه؟ الهدف اللي أنا عايز مركز تاني. عشان اخش دوري الابطال. طب انا اجيب مدير فني لسه هيشوف اللعيبه، مدير فني اجنبي جديد لسه هيشوف اللعيبه يعرف الامكانيات اللي عندي ويعرف وبعدين يطبق افكاره، لان عنده فكره عايز يطبقه. وسيرو جايب فكر معين عايز يطبقه بطريقه معينه مختلفه، امكانيات لعيبه ممكن ما تساعدوش بشكل كبير، ده واضح جدا حتى في تجربه اوسوريو زي تجربه سوارش كده مع الاهلي، جه في وقت الاهلي كان واقع فيه، الزمالك برده كان واقع المره دي، فالعمر ما لو عنده حتى فكر مش هيظهر مع في ظل
الاداء الفني اللي كان طبعا على مش على قدر مش على قدر ان هو طبعا خسر الزمالك سوبر وفي الدوري خسر ماتشات كتير وفي طبعا الاهلي كسبه، فطبعا في اداء فني ضعيف جدا من الزمالك. فانا كان بدايه من لجنه في الزمالك او اداره الزمالك كانت تجيب مدير فني محلي يكمل الموسم، مدير فني محلي يعرف عارف اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه. انا كنت مع وجود اسامه نبيه يكمل المشوار، كان عارف اللعيبه وعارف وكان مع فيريرا وقت كبير جدا فيقدر يكمل بشكل كويس، وفي تجارب حتى سابقه لمدربين فنيين اجنبيين مشوا من الزمالك وكملوا بشكل مؤقت مدربين فنيين محليين ونجحوا زي خالد جلال وزي اكتر من حد. فانا جبت راجل بناء على هدف، انا جايبه هدف عشان اخد مركز ثاني، انا اتفقت معاه انه ياخد مركز ثاني، وانا عندي مشروع. هل اتفقت على وجود المشروع ده مع المدرب ولا جبت مدرب عشان خاطر انا قلت انا بجيب مدرب مدير فني اجنبي وانا هعمل طموحات على قدر طموحات الجماهير، انا مش المنطق اللي انا احدد هدفي انا عايز ايه وبناء عليه اعمله، وفي نفس الوقت انا احدد ان المدير الفني ده هل يقدر يستوعب الدوري المصري في الوقت ده. انا ما اقدرش احكم على راجل من 6 ماتشات، ما ينفعش اقول الراجل ده نجح او فشل من 6 ماتشات، صعب جدا حكم على مدرب. حتى في كولر اول ما جه الناس قالت لا لسه في ماتش واثنين وثلاثه وعشر عشان تقدر تحكم عليه، ما ده اللي بقوله يعني. انما دلوقتي احكم على تجربه راجل 6 ماتشات وفي الاول وفي الاخر يعني رقميا الماتشات مرضي، يعني رقميا مرضي، انما اداء طبعا في مشكله في الاداء، انما رقميا مرضي بشكل كبير. يمكن لسه ما اتعرفش على اللعيبه، لسه بدري قوي يتعرف على اللعيبه. طب خليني اسال هاني، لو قلنا افتراض يعني افتراض جدلي ان المجلس اللي بيدير شؤون كره القدم ان هو قرر ان هو يستغني عن خدمات خوان كارلوس اوسوريو ويستبدله بمدير فني مصري، رايك ايه في اسم كابتن حسام حسن؟ طيب خلينا اقول لحضرتك ان يعني اولا اوسوريو لو احنا قارنا بين النتائج اللي من ساعه ما المدير الفني جه والنتائج اللي قبل كده في نادي الزمالك هنلاقي ان اوسوريو عامل نجاحات مقارنه بالنتائج اللي حصلت في نادي الزمالك منذ يناير حتى تولي اوسوريو المسؤوليه على صعيد الارقام. على صعيد الارقام لان الموسم انتهى اكلينيكيا بالنسبه لنادي الزمالك، انت جاي مدير فني خسران كل حاجه، خسران نفسيه اللعيبه، خسران كل حاجه، متفق معاه ان هو هيكمل موسم تاني، وبالتالي لازم يجرب مين من اللعيبه اللي موجوده حاليا هيتوافق مع الخطه الفنيه بتاعته عشان يقدر يشوف احتياجاته بناء على اتفاقه. الكابتن حسام حسن خد تجارب كتير جدا في الكره المصريه، محتاج يعمل ابديت، يعني كل المشاكل كل اللعيبه اللي تواصلنا معاهم سواء في التجارب اللي خاضها الكابتن حسام في الفتره الاخيره في الاتحاد في المصري كان عنده مشكله في التعامل النفسي مع اللعيبه، ودي الميزه اللي كانت بتميز الكابتن حسام مع اجيال سابقه اللي خلته دخل عالم التدريب، كان هو بيجيد التعامل النفسي. مع تغير الاوقات بقى والسوشيال ميديا والناس بقت منفتحه على الدوريات الاوروبيه المختلفه، بقى في كلاش دايما ما بين الكابتن حسام واي فرقه بيدربها سواء مسؤولين او لاعبين، فبالتالي وجود الكابتن حسام حسن مع نادي الزمالك لن يمثل اي نجاحات، تبقى فتره مؤقته، لو نجح حتى تبقى نجح في فتره مؤقته لكنه لن يستمر للنهايه. الزمالك عنده ازمه زي ما استاذ احمد ذكر ان عنده البطوله العربيه، اولا هيقفل هيخرج مضطر يكمل باللعيبه اللي موجوده عنده في البطوله العربيه لان موضوع فتح القيد وقفل القيد ده لسه. لا كان في خبر معانا ان الرابطه هتضغط المباريات، اعتقد ما دام الرابطه يعني قررت ان هي تضغط المباريات صعب عليه، هو مش هيقدر اصل فتح القيد ده نظام عالمي ما يقدرش يفتح قيد للزمالك والاهلي لا والاسماعيلي لا، لازم يفتح لانديه الدوري كلها، لان في تمام دلوقتي الزمالك مثلا هيبيع اي لعيب من عنده يبيعوا لمين؟ هو القيد يعني اللي هيفتح لما الدوري يخلص. هو طيب ما هو هيفتح لكل الانديه بس هو في مشكله الوقت ده، القيد شروط القيد بتفتح على فترتين مع اللعيبه كلها، ده فقط على التسجيل قيد محلي البطوله مش مرتبطه بشروط القيد بيكون على فترتين بتقيد بتقيد في الموسم الجديد. طب خلينا نسمع استاذ احمد قول معلش تاني شروط القيد بتقيد في الموسم الجديد اللاعبين القدامى بمعنى فترة أولى بتقيد فيها اللاعبين المسجلين معاك من الموسم المنتهي. تمام. والفترة الثانية بتضيف إليهم اللاعبين الجدد. فإذا الزمالك عنده مشكلة حتى لو القيد تم فتحه في بداية شهر يعني في منتصف 7 زي ما بيتقال. هو تقريبا 20/7 أو 25/7. ما هو المفروض إن الدوري ينتهي 25/7.
هم لو فتحوا هيضغطوا هيبقى 20/7 ماشي. ما هو الزمالك هيفتح برضو هيبقى فاتح الفتره الاولى بس من حقك تسجل الفتره الاولى. اللاعبين هيبقى اللي هم مين اللعيبه دول اللي هم المسجلين من الموسم الماضي هم مين اللي هم بيلعبوا اللي هم الموجودين في الفريق الحالي اي لاعبين جدد باستثناء المعارين مش اقل من 15 يوم يعني. لا انا دي مش فاهمه يعني ازاي لعيب بيلعب ومش مسجل. لا لا ما هو مسجل بس هيتسجل انا عايزه للسنه الجايه معايا هسجله ايوه دي يعني اي لعيب جديد ما ينفعش يتسجل في الفتره الاولى لا لا طب الفتره الثانيه بتبدا من امتى؟ بتبقى 15 يوم التاليه يعني الخمس ايام اللي الرابطه قدمتهم مش هيفيدوا الزمالك ولا اي حاجه هيفيدوا في حاله واحده اللي هو يقدر يستفيد بالمعارين ويعني اللي هو محمود علاء يوسف اوباما حمدي علاء اسامه فيصل مثلا دولت اللي هم على قائمه المعارين ما هم يوسف بس في نقطه برضو ممكن يدوهم السماح في الحته دي يعني هو يقيد لك لعيبه الفتره الثانيه بس الوقت ده يكون لازم نادي الزمالك مخلص مع اللعيبه الجديده بوعودها مع انديتها بكل حاجه بحيث يعني هو يعني ينفع ده السماح بس ده بس ده ممكن لو عمل كده يعني بس ده صعب قوي يعني مين اللي هيسمح الرابطه طب ما هو اوكي ما هو الرابطه قلبها مع الزمالك يعني عشان البطوله العربيه لا الفتره ما بين بس تصريحات وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد هي الرابطه على فكره مش هي المسؤوله المنوطه بالقصه دي اتحاد الكوره مش الرابطه المنوط بالتسجيل والتسجيل هي اتحاد الكوره. وليد العطار اللي هو المدير التنفيذي كان ليه تصريحات ان هو يصعب ان الزمالك ان نفتح باب القيد زي ما الاستاذ هاني قال ان ده نظام عالمي فلازم عشان يفتح لكل الانديه. هل كل انديه الدوري في مصر هتوافق؟ ما هو مش هيفتح الزمالك بمفرده. هل كل انديه الدوري في مصر دي نقطه مهمه هتوافق ان انا هتفتح لي باب القيد من دلوقتي؟ يعني معنى ذلك هو فقط الزمالك ممكن يستفيد فقط من اللعيبه المعارضه لو في نيه لعودتهم. هو بالفعل في نيه لعوده محمود علاء وحمدي علاء دولت الاقرب للعوده. يوسف اوباما ما زال معلق موقفه لان يوسف اوباما الحزم عنده اوبشن ان هو يعني يجدد يشتريه اللي هو في بند الشراء انا وهو الاتجاه ان هو هيبقوا عليه في الحزم. فدي الازمه الفنيه اللي هتواجه الزمالك. انت عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه دي لازم تمشي. اللعيبه اللي موجوده حاليا دي لا تصلح لارتداء قميص نادي الزمالك خلينا نكون واقعيين. فبالتالي انت لازم تبلغ اللعيبه دي قبل انتهاء الموسم بوقت كافي ب 15 يوم كمل معايا عشان ما يرجعش برضو يرفع عليك قضيه في الفيفا فياخد عقده كامل خصوصا اللعيبه الاجانب. طب انت هتتعاقد مع محترفين. طب الاسماعيلي هيكون لسه بيلعب وامبي وكل انديه الدوري الممتاز. طب مين النادي اللي هيسمح لك يسيب لاعب من عنده؟ طب لو اتحاد الكره فتح لك السيستم هل هيسمح لنادي زي نادي امبي مثلا؟ هو اتحاد الكره مش هيسمح الا بعد ما الدوري هو الدوري ينتهي. انا برضو عندي اشكاليه ثانيه اللي هي اشكاليه اللي انا عايز لعيبه فعلا لعيبه جداد اخدهم من الضرع على النار اخدهم من اسجلهم عشان اوديهم البطوله العربيه. طب انا في لعيب بيجي على طول بيخش مسابقه رسميه او يلعب مسابقات وعايز منه انتاج عشان كده الاهلي اعتذر. ما هو برضه دي حاجه برضه غريبه شويه ان انا انا محتاج لعيب يخش معايا فتره اعداد مثلا عشان ينسجم مع الفرقه. انا باخده من مكان اوديه مكان في بطوله رسميه وعايز منه انتاج. طب ازاي هعمل ده وانا اصلا في اللعيبه اللي موجوده مش عارف هو لعيبه بينهم انسجام فادخل عنصر جديد عليهم عشان ازود الانتاجيه فمش هلاقي طبعا لان اي لعيب محترف اي لاعب محترف بياخد وقت. اشرف بن شرقي في الجزيره اربع اهداف جاب اربع اهداف في الموسم يمكن هو اكثر مراوغه في الدوري الاماراتي بس انتاجه الفني كهجوم كهداف. بالنسبه لاهداف او صناعه قليل جدا لانه طلع من دوري على دوري طلع من مكان على مكان لاختلافات الاجواء بياخد وقت عشان يتاقلم حتى اللعيبه كمان اللي هم نجوم وبرده في النادي الاهلي جبت احسن محترف في الدوري اي دوري يعني اي بدون ذكر اي دوري وجبته الزمالك عشان يشارك معاه في البطوله العربيه هل انتظر منه انتاجيه في مباراه او مبارتين او ثلاثه؟ ما هو لازم الكره دي كره جماعيه مش كره لعيب يعني لعيب فرد اللي يجيب له بطوله انا اجيب محترف عشان يجيب له بطوله صعب جدا لازم يخش جوه المجموعه ده يعني لازم يبدا فتره اعداد بوجود العناصر الجديده. التفكير زي ما قلت لحضرتك قبل كده انا جايب اسيريو ده بناء عليه هل عندي مشروع؟ لو ما عنديش مشروع وجايبه عشان خاطر بقول ان انا جايب مدير فني اجنبي لا يبقى الاداره هي المسؤوله عن وجود الراجل ده. لو انا عايز اعمل مشروع يبقى لازم اقعد مع المدرب واشوف اللي كان بيدربه واشوف ليه كمان ماتشات واشوف هو بيعمل ايه عشان برضه عبد الله هو سوري كان مش يعني هو اللي اعتقد يعني ليه سي كبير جدا سي في كل حاجه بس اعتقد كان هو ماسك من تدريب منتخب المكسيكي جايبه مع فريق من اول 2023 من اول السنه ما فاز
يعني عنده مشكلة كبيرة جدا في الأداء بتاعه مع فريرة. المنحنى نزل مرة واحدة مع فريرة بشكل كبير جدا. عارف أنت دايما في الكورة بيقولوا دايما الفوز بيجيب فوز، حتى لو مستواك وحش الفوز بيجيب فوز. إنما الزمالك نزل مرة واحدة، المنحنى بتاعه نزل مرة واحدة وما قامش تاني. طب إحنا عايزين نشوف إيه المراكز اللي الزمالك محتاجها، إيه أبرز الأسماء اللي ممكن ترحل في الميركاتو الصيفي، أبرز الأسماء اللي ممكن الزمالك يستفيد بخدماتها. بس خلينا أستأذنكم يعني نروح فاصل ونرجع لكم تاني. فاصل. يعني كان في خناقه حوالين المراكز اللي نادي الزمالك محتاجها وكمان نادي الاهلي محتاجها. خلونا طيب نروح بقى استاذ احمد، كنا بنتكلم في الفاصل حوالين ابرز الاسماء اللي وكمان الاماكن المراكز اللي نادي الزمالك محتاجها الموسم اللي جاي. يعني زي ما بيقولوا كده الزمالك عايز فرقه. يعني الله يكون في عون اداره النادي وجماهيره. لا يعني زي ما الاستاذ هاني والاستاذ احمد كانوا بيتكلموا، في لعيبه لا تستحق التواجد في نادي الزمالك. طب انا اقول لحضرتك حاجه، يعني عشان بس ايه يعني خلينا خفاف على الناس، انا بس عشان ما نبقاش في المراكز ما نبقاش ظالمين منهم. ما نبقاش ظالمين منهم. هي دي امكانياتهم. يعني طب حضرتك كده سوقت الموضوع. انا بحاول اجمل الموضوع. يعني خلينا نتكلم على المراكز اللي نادي الزمالك ممكن يحتاج. احنا ما بنقولش ان هم متكاسلين او ان هم متخاذلين. هو يعني في الجمهور بيتهمهم ان هم بالتكاسل والتخاذل، لا هم دي قدراتهم كده. واتظلموا ان جم في كمان في موسم زي ما قلنا كارثي مع رحيل النجوم بن شرقي وطارق حامد وقبلها فرجاني ساسي. لك عن حضرتك ان تتخيل ان الفريق الذي حصل الزمالك كان بيحتفل امبارح بالحصول على بطوله كاس الكونفدراليه. تخيل ان حضرتك ان 20 لاعب اللي حصل على بطولة الكونفدرالية مشي منهم 16. 16 لاعب الكونفدرالية اللي هي السنة اللي هي من أربع سنين. يعني تخيل حضرتك إن فريق حصل على بطولة 16 لاعب من قوامه الأساسي غادروا الفريق سواء بالاستغناء أو بالرحيل بأي بصورة أو بأخرى يعني. فطبعا الزمالك محتاج لاعبين يتساووا بإمكانيات هذه اللاعبين. المدير الفني واللجنة الفنية اتفقوا على عدة مراكز. حلو. أولا التأكيد أن استمرار عواد وصبحي والاستعانة بحارس ثالث. تمام. متوسط السن. تمام. محمد نديم هيخرج للإعارة. حلو. الاتجاه لحارس مرمى أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحل. تمام. يبقى أول حاجة في مركز حراسة المرمى احمد ميهوب هو اللي هيحل في مركز الثالث. وراء الاثنين الاساسيين اللي بيحرسوا مرمى نادي الزمالك. وليس صحيحا ان هناك اتجاه للاستغناء عن محمد عواد او بيعه او ما الى ذلك. اللي احنا سمعناه ده غير صحيح. تمام. يعني عواد يا جماعه مكمل مع نادي الزمالك في مركز حراسه المرمى. تمام. يعني برضه عشان نبقى متفقين، اللي بيدير قصه الامور الفنيه او الاداريه داخل فريق الزمالك هو عبد الواحد السيد مدير الكوره. وعبد الواحد بيمتلك من الشخصيه القويه اللي بتؤهله لان هو يدير هذا المكان يعني. تمام. وعلاقاته حلوه باللاعبين. تمام. المراكز خط الدفاع الاتجاه للابقاء على حمزه المسلوسي. تمام. لا ردا على كل الناس بتقول مش هيتجدد له، لا حمزه المسلوسي مكمل. عوده احمد عيد. تمام. تاني تصريح يا جماعة، حمزة المسلوسي مكمل في دفاع نادي الزمالك. عودة أحمد عيد المعار لنادي إنبي. وأظن ابتدى يظهر بشكل جيد في الفترة الأخيرة. في كلام على هشام صلاح اللي هو الظهير الأيمن لفريق الاتحاد السكندري، ولكن يعني في أمور مالية طبعا في ظل زي ما قلت لحضرتك في ضبابية في نادي الزمالك، ما حدش عارف هتجيب لعيبة إزاي وهتدفع مين، واللعيبة عايزة مقدمات عقود والأندية عايزة مقدمات عقود وقصة زي كده. تمام. المركز المساكين في حاجة، محمود علاء سيعود. في اتجاه الإبقاء على واحد ما بين شبانة والزناري، والست المباريات القادمة هم اللي هيحددوا مصيرهم. عبد الغني برضو مستمر.
بان الراجل قال لا ما ينفعش نمشي الفرقه كلها، في ناس لازم تقعد. الظهير الايسر هو المعضله الكبيره بنادي الزمالك. طبعا حضرتك عارف ان محمد عبد الشافي يعني فرصته قد تكون صعبه في البقاء. عبد الله جمعه ليس صحيحا ما تردد في الساعات الماضيه ان الزمالك ابلغه ان سيتم الاستغناء عنه، هو مستمر مع الفريق برضه لنهايه الموسم تحت الاختبار. احمد فتوح يعني بقى بطمن جمهور الزمالك، هو الحمد لله خف وبقى جاهز للعب، واحتمال كبير نشوفه في مباراه طلائع الجيش ضمن قائمه الفريق طلائع الجيش. يا رب ده يعني من طبعا دي حاجه مفيده للمنتخب كمان. طبعا طبعا نتنقل ابرز المراكز اللي هيكون هيشهدوا تعديل في الفتره او الموسم القادم. نتنقل لخط الوسط، هو المعضله الكبيره زي ما بيقولوا في الزمالك. مشكله الزمالك انه لا يمتلك لعيب مميز في رقم 8 بعد رحيل فرجاني وامام عاشور. في كلام حصل خلال الساعات القليله الماضيه مع امام عاشور، استطلاع رايه هو طبعا راجع للاصابه، راجع من اصابه وعادل القاهره، عادل القاهره عشان يستكمل فتره علاجه. هو اكد انه ما فيش مفاوضات مع الاهلي وما عندوش رغبه في اللعب للاهلي. حصل. فقالوا له طيب ايه رايك نستعيرك لمده سنه. وطبعا الزمالك ما يقدرش يسترده لان الزمالك باعه بحوالي 3 مليون دولار، فصعب صعب ان الزمالك يدفع 3 مليون دولار. هو لو الزمالك محتاجه تاني يرجع وفقا لبنود التعاقد يعني لازم يرجع تاني المبلغ؟ لا طبعا ده هيدفع اكتر، هو طبعا اكيد الانديه الاوروبيه بيعوا شراء عرض وطلب بقى ساعتها طلب، بس هو الزمالك لا يمتلك قدره انه يدفع ولا 2 مليون دولار حتى، خلينا نكون واقعيين يعني. فهو هيتم اقناع مسؤولين نادي ميتلاند، والله احنا نرجعه لكم واحنا ندفع ثمن العقد بتاعه هو، يعني كده هيبقى موفر على النادي الدنماركي ان هو يصرف عقده. طب انا عايز اسال هاني، تعتقد ان مركز رقم 8 في نادي الزمالك فرصه ايه؟ ولو امام عاشور وافق ونادي الزمالك يعني فرضا ان هو توافر ليه القدره الماديه ودفع لنادي الدنماركي الفلوس ميتلاند الدنماركي وجه، هل هيحل مشكله رقم 8؟ بص خلينا نتفق ان امام عاشور لاعب كبير جدا في الكره المصريه، لاعب من افضل اللاعبين اللي متواجدين في خط الوسط في الكره المصريه، سنه صغير يعني في الفتره الاخيره وعنده خبرات. لكن بس مش هيبقى الاضافه لوحده، لان الزمالك زي ما مصطفى احمد بيقول الزمالك محتاج على الاقل اربعه في وسط الملعب، لان ازمه الزمالك لما رحل عنه العمود الفقري اللي هو اصابه الونش وابو جبل حارس المرمى في وسط الملعب طارق حامد وقدام بن شرقي والمهاجمين اللي كانوا موجودين، فبالتالي العمود الفقري للفرقه باص خالص او ما بقاش متواجد. فالزمالك محتاج لاعب رقم 6، محتاج لاعب يجيد اللعب الناحيتين 6 و8، عشان كده في كلام مع محمود حماده لاعب فاركو، طبعا دي يعني معلوماتنا من نادي فاركو بتؤكد ان في مفاوضات مع اللاعب اللي ظهر بشكل كويس جدا مع منتخبنا الوطني ومع نادي فاركو في الفتره اللي فاتت. الزمالك على الاقل زي ما احمد كان بيتكلم مش اقل من 10 لعيبه عشان تقدر، وكمان 10 لعيبه وتصبر عليهم، ده رساله لازم المسؤول وهو بيتعاقد يقولها لجمهور نادي الزمالك ان انا جايب اللعيبه دي عشان اصنع فرقه للمستقبل. زي ما قلت لحضرتك الزمالك السنه الجايه المؤشرات كلها بتقول ان الموسم اللي جاي أسوأ للزمالك من الموسم الحالي، زي ما قلت لحضرتك تلاحم مباريات ومشاركه في البطوله العربيه هيقعد فتره يعاني زي النادي الاهلي. احنا لا نتمنى ده لنادي الزمالك، احنا مش هنتمنى ده طبعا، بس اقول لحضرتك المؤشرات هو طبعاً قطب من اقطاب الكره المصريه وبيمثلوا مصر في كل المحافل الاقليميه والدوليه. هو الاستاذ يعني هو تخيله ان الزمالك مش هيعرف يعمل فتره اعداد جديده، مفيش فتره اعداد، فانت جايب عدد كبير جدا من اللعيبه محتاج حتى يتفاهم مين المدير الفني اللي هيدير، يعني حضرتك زي ما احنا قاعدين بنتكلم كده مش عارفين مين المدير الفني اللي جاي، طب مين هيتعاقد مع الصفقات، طب مين هيقول الناس دي تمشي، يعني مين هيقول اللعيبه دي تمشي. خد بال حضرتك كل مدير فني ليه رؤيه، يعني مثلا بيرسي تاو في النادي الاهلي قبل ما جه كولر، بيرسي تاو ده لاعب الجمهور شايفه متخاذل ومتكاسل وصفقه مضروبه ولازم يمشي ولازم نرجعه، والاهلي بدا تسويقه وما لقاش حد يوديه. لما جه كولر ايه اللي حصل؟ تغير مستوى اللاعب تماما، اصبح احد الاوراق الرابحه في النادي الاهلي. فممكن يجي مدير فني يقول لك انا شايف ان دونجا ده اهم من محمود حماده، دونجا اهم من امام عاشور، فلازم انت الاول يعني العربيه مش قدام الحصان،
بنحط العربيه تحط لازم نمشي في الاطر الصحيحه وبعد كده نطلع نتكلم للجمهور ونقول لهم مين جاي ومين ماشي. طيب احنا كده اتكلمنا على خط الدفاع وخط الوسط. احمد خط الهجوم نادي الزمالك شايف المراكز اللي فيها اللي احنا مستقرين على هجوم نادي الزمالك ولا شايف ان في احنا ممكن نطور في الهجوم بتاعه؟ ده يقدر. بص الزمالك اي فرقه كبيره، اي فرقه كبيره عايزه تنافس على البطولات لازم يكون عندها قوام اول وقوام ثاني، لازم يكون عندها بدايل في كل مركز وبدائل قويه في كل مركز تقدر تعتمد عليها في اوقات كتيره جدا. عندك اصابات، عندك ايقافات، عندك حاجات خارج ارادتك مثلا عدم وجود لاعب، فتقدر اللي مكانه او موجود مكانه يقدر يشيل بنفس الطريقه بنفس السيستم، لانه هو عباره عن سيستم واحد المدير الفني بيحطه فبيطبق على القائمه كلها. الزمالك بيعاني لعدم وجود بدائل والناشئين اللي الناس كانت بتتغنى بيها السنه اللي فاتت زي حسام عبد المجيد والكلام ده كله بداوا يهاجموهم المره دي، لان في الاول وفي الاخر زي ما قلت الزمالك السنه اللي فاتت كان بيكسب فالمكسب مديله ثقه والثقه بتجيب اكتر مكسب ففاز بالدوري. السنه دي من اول ما وقع وبدا الامور تبقى صعبه شويه فاللعيبه ضغوط، لعيبه صغيره حسام عبد المجيد صغير وبدا الناس حتى جماهير الزمالك كانت هجمته فتره من فترات 10 فروقه بالنسبه للهدف اللي دخله عكسي، واي حد يبقى تعرض للحوار ده وده كان بصراحه كان انتقاد كان صعب شويه على لاعب. الناس كلها جمهور السوشيال ميديا برضو الناس كلها يعني الناس كلها ما بنسميش على حد كل كل اي حد اي لاعب اي لاعب معرض لاي حاجه ممكن تحصل انها حاجه لا اراديه يعني. بس الزمالك محتاج تعديل في كل مركز طبعا، منهم خط الهجوم لازم يبقى فيه حد بديل لسيف الجزيري، لازم يكون حد بديل على مستوى سيف الجزيري. سيف الجزيري لعيب كويس جدا وماشي مع الزمالك كويس جدا، بس هو لعيب ضمن منظومه، لو المنظومه كلها واقعه يبقى سيف الجزيري برضو ارقامه هتقع. شغل هشيل لوحده بالظبط. انا منظومه كلها متكامله، المنظومه ماشيه مع بعض كويس بيبقى المنظومه بتدي نتاج كويس في الاخر. انما انا ما اجيبش مثلا ميسي واحطه في الزمالك اقول له هات لي الدوري، ما فيش كده خالص. لو انا جبت احسن لعيب في العالم ودخلته الزمالك في ظل منظومه مش باينه ملامحها فنيه عمره ما يديني نتاج فني. فالزمالك محتاج خط وسط وخط الظهر وخط الهجوم، تدعيمات في كل خط حسب احتياج وحسب خطه بتتحط على اساس ان انا التدعيمات دي كلها بتعملها فتره اعداد كويس عشان يبقى في تجانس مع الفرقه تضطر تنزل وبعدين تاخد منهم نتائج. انما ما اجيبش برضه نفس الوضع مع تلاحم الموسم اللي هاني قال عليه وانتظر نتائج ثانيه. عظيم. طبيعي جدا لازم الريتم هيقع. طيب استاذنكم ان احنا ننقل بقى لنادي الاهلي شويه ونشوف التعاقدات بتاعته. احنا عندنا تجديد العقود بتاعت حسين الشحات وياسر ابراهيم وربيع، عايزين نعرف اخبارها ايه هاني. طيب حسين الشحات وياسر ابراهيم خلاص الاثنين يعتبروا شبه رسمي جددوا خلاص. حضرتك عارف ان الموضوع في الاهلي بيبقى منظم، استحاله تلاقي مسؤول او اي حد يقعد مع اللعيبه في الوقت الحالي. انت عندك نهائي افريقيا بعد ايام قليله، بنتمنى طبعا توفيق للنادي الاهلي والفوز على الوداد طبعا. ما ينفعش مسؤول يقعد يتكلم في التجديد، اللي بيحصل بيحصل على جلسات. حسين الشحات لما قعد معاهم قال لهم انا ضحيت بفلوس كتير جدا عشان خاطر النادي الاهلي قبل ما اجي النادي الاهلي وحققت حلم حياتي في النادي الاهلي، فانا كل اللي محتاجه اتقدر ماليا بالرقم اللي يليق بيا، وسابهم ومشي. ياسر ابراهيم قال لهم انا معاكم في اللي انتوا عايزينه، لان طبعا برضو يعني معاكم اللي انتوا عايزينه دي في النادي الاهلي مش بتاخد حقك، فاللعيبه واثقه في المسؤولين داخل النادي الاهلي. بقول لحضرتك حسين الشحات ياسر ابراهيم يتبقى الاعلان رسميا فقط، كل من هما جدد 3 سنوات زي ما بنقول. ده خبر مهم. رامي ربيعه عنده عرض من النادي الاهلي. هو عنده تحفظ على فكره نسبه المشاركه ومده التعاقد، هو عايز 3 سنين، الاهلي شايف 2 سنين، في خلاف في نقط تفصيليه في العقد. فبرضو الملف كله تم ارجائه لحد حتى نهائي دوري ابطال افريقيا، وبعد كده هيبتدي يكون في جلسه تاني. لكن كولر محتاج ربيعه عايز يقعد في النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك، والخلاف على مده التعاقد، واعتقد بعد نهايه دوري ابطال افريقيا مش هيبقى في خلاف كبير، خصوصا كمان ان ربيعه ما عندوش عروض كتير من بره. العروض اللي جايه له من مصر تقريبا زي عروض النادي الاهلي، ومحدش هيكرر التجربه تاني. يعني تجربه النادي الاهلي من خارج مصر ولا من جوه؟ من داخل؟ لا، في عروض من داخل مصر. هو عايز عرض من خارج مصر. من خارج؟ اوكي. هو محد يعني بعد تجربه رمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي محدش هيكرر تجربه ان الاهلي يقول لك انا محتاجك فانت تسيبني عشان تروح لبقى لمقابل مادي لمده اطول. دي خلاص انتهت بعد ما اللعيبه كلها اتعلمت الدرس من رمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي تحديدا. يعني فتحي ورمضان نفسهم يرجعوا النادي الاهلي الفتره الجايه، حاولوا مع مسؤولين كتير خصوصا احمد فتحي اتكلم في فكره ان انا ممكن. كابتن احمد يعني ما كانش رايح بمشكله، رايح لا بالعكس، كان رايح للمقابل المادي. نهايه تعاقد رمضان صبحي للمقابل المادي. ما كانش رايح بمشكله مع اداره النادي الاهلي. لا، ما فيش مشاكل. انا بقول لحضرتك هو اللعيبه اتعلمت الدرس ان انا الاهلي هيعرض عليا
فانا حتى لو جاي لي فلوس اكتر من داخل مصر انا هرفض. انا في مصر النادي الاهلي حتى لو الرقم اقل هم اتعلموا من التجربه دي. خارج مصر بقى هو رامي ربيعه ووكيله بيدوروا دلوقتي على عرض، لو جه عرض مناسب هيجددوا ويطلع اعاره. طيب ده الاتفاق. في لعيبه مش بنشوفها في حسابات مارسيل كولر، يعني عندنا ايمن اشرف ما شفناهوش خالص، سافيو برونو سافيو ما شفناهوش الا امبارح قدام طلائع الجيش، لعب اقل من 10 دقائق تقريبا. اللعيبه دي ايه مستقبلها مع مارسيل كولر؟ لا هو واضح من المؤكد ان مارسيل كولر يعني قفل باب عوده ايمن اشرف، يعني كان احسن فرصه امبارح بعد ما راحت علي معلول. كان الطبيعي ان ايمن اشرف هو اللي يكون موجود مع فلسفه يعني مارسيل كولر ان هو بيحاول ان هو يعمل دكه بدلاء. ماشي، وكان الاولى بدل احمد تير 1 وتير 2 وتير 3 يعني. كان الاولى ان هو لو في حساباته ايمن اشرف كان الاولى انه يشارك في مباراه زي امبارح. ده حقيقي. نفس القصه بالنسبه لشادي حسين. يعني برونو سافيو اعتقد صحيح انا نسيت شادي حسين طبعا. شادي حسين برضه جمهور الاهلي كانوا نفسيه. هو طبعا اتظلم، هو مهاجم يعني كويس جدا بس برضه يا استاذ احمد يعني هو مهاجم كويس زي ما احنا لو قلنا في لعيبه الزمالك مش يلعب اهلي يعني بس هو جاي في ظروف افضل. هو يعني اللي بيلعب جمهور النادي الاهلي كان بيقول ان شادي حسين يعني كان بيطلع نار من مع سيراميكا في سيراميكا كليوباترا. ده اول ده اول مباراه ليه رسميه مع الاهلي، اعتقد كان مباراه الاسماعيلي وجاب هدف بس هو راجل مش برضه في كولر رغم ان هو من اثبت انه مدير فني جيد لكن ليه تصريح صادم لكل مهاجمين الاهلي لما قال انا مش شايف مهاجمين في الاهلي، وده ليه ان هو بيعتمد على كهربا شهر 12 11 كان تصريح صادم ليه طبعا يعني من لحد دلوقتي تقريبا يعني هو شايف هو طبعا كهربا مش المهاجم الاساسي او مش المهاجم يعني مش الفيرويد يعني كهربا جناح. لا وهو ما كانش بيلعب في في المركز ده قبل كولر يعني، هو كان بيلعب جناح فبيلعب فيرويد. الدليل ان انا يعني كان احمد علي مهاجم الزمالك السابق كان يعني كان بيقول للعيبه ايه لما جه مره كان مصاب فهيلعبوا مؤمن زكريا في يعني فيريرا هيلعب مؤمن زكريا مهاجم فقال لهم لا، قال له لا انا مصاب. فانا بقول له انت هتموت نفسك يعني. قال لي معنى ان الراجل يلعب جناح يلعب احمد عيد عبد الملك ويا مؤمن زكريا. قال لي معنى ان الراجل يلعب جناح يبقى مفيش مهاجمين في الزمالك. فدي بتعمل هو كولر صدر احباط غير عادي لشادي حسين. نفس القصه مصدر احباط لايمن اشرف بس حصلوا على فرص ايمن اختلف معاك ممكن استغل حقي معلش طبعا بعد اذنكم هو كان برضو لو احنا قلنا ان هو صدر احباط لحسين شادي حسين ما هو نفس التصريح ده كان برضو على المهاجم شريف برضو هدفه في مباراة الزمالك يعني مشاركته هدفه في مباراة الزمالك اول فرق معاه كتير. لا بس انا قصدي يعني بيدي له فرص بالظبط. انا اول ما كولر جه كان مين المهاجم الصريح للنادي الاهلي او المهاجم الاساسي في النادي الاهلي؟ شادي حسين اسماعيلي وفاق الصيف رايح جاي وكان موجود شادي حسين بشكل كبير، وبعدين بدا يغير ودخل محمد شريف والانتاجيه بتاعتهم ما كانتش على قد المطلوب، فطلع بتصريح اللي قال عليه انا ما عنديش مهاجمين، كان لسه كهربا ما رجعش من الايقاف. كان مارسيل كولر بيلعب 3 4 2 3 1. دلوقتي مارسيل كولر بيلعب 4 3 3، غير الطريقه وغير النظام ما عادش عنده مهاجم صريح، بقى عنده شادو سترايكر زي الطريقه العالميه اللي موجوده معظم الناس دلوقتي ما عادش فيه مهاجم رقم 9. مفيش 9 يعني بشكل كبير، لا هو اللاعب المهاجم ده له وظائف تانية بيستخدمها، كهربا بيطلع بره الصندوق او شريف بيطلع بره الصندوق ويفتح مساحات لحمدي فتحي او لبيرسي تاو او لاجنحه بالنسبه لطريقه مارسيل كولر. شادي حسين خد فرص وما استغلهاش، محمد شريف يعتبر اكثر انتاجيه منه بشكل كبير، محمد شريف هو هداف اصلا الاهلي فتره كولر، هو اكثر واحد سجل اهداف لانه ما بيشاركش دايما اساسي. لا 11 هدف على الاثنين او اكتر 11 هدف بتهيألي، وبعديه الاثنين اللي هم ايه يعني دوري ابطال يعني دوري وكاس وافريقيا افريقيا ودوري ابطال كده 11 هدف. محمد شريف هو رقم دي معلومه انا الهداف الاول الهداف الاول الهداف الاول اشتغل 8 اهداف في الدوري يعني هو هداف يعني محمد شريف هو هداف نادي الاهلي مع كولر مع مارسيل كولر وبعديه كهربا
ده فعلا؟ والاكثر صناعه علي معلول، والاكثر صناعه برضه ميرسي تاو في دوري الابطال، ميرسي تاو اكثر صناعه مع مرسي. طب انا اسف، انا معلش انا عايز استوعب المعلومه دي، خليني اطلع طيب فاصل استوعب معلومه ونرجع تاني. فاصل يا جماعه ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني. هاني، انت كان ليك تصريح كده في الكواليس بتقول ان مارسيل كولر مدير فني عالمي وغريب على غير مظبوط المنظومه المصرية. طبعا أه. راجل اولا انزل بالتفاصيل جداً. بيذاكر جدا، راجل معاه ادواته، يعني ما بيستكبرش ان يروح لمحلل الاداء يقول له النهارده عندنا ايه، مين اللعيبه، بيقعد يتكلم مع اللعيب كل لاعب هو محتاج منه ايه، بيديله تسكات، يعني بيديله المهمات بتاعته، وانت مطلوب منك 1 2 3. الراجل بيتعامل يعني نفسيا بشكل كويس جدا. تصريحاته في المؤتمرات الصحفيه، يعني انا حضرت الكولر على كبير جدا من المؤتمرات الصحفيه، مفيش ولا مره فيهم زعلان، بيرفض يجاوب على الاسئله، لا راجل محترف على كافه السبل. يعني فعلا ده اختيار مشروع واختيار يليق بالنادي الاهلي، واستمرار كولر مع النادي الاهلي مهما كانت النتائج الفتره الجايه وهدف بالنسبه لاداره النادي الاهلي، ولازم الراجل ده يتوفر له كل السبل، لان الراجل ده فعلا هينقل النادي الاهلي مش بالكلام، لا بالشغل وبالاداره اللي هو بينفذها، بالاجهزه اللي بيطلبها، براجل برؤيته للعيبه. يعني الراجل لما يشترط على اداره النادي الاهلي ان انت مش هتجيب اي لاعب غير لما انا اتفرج له على عدد معين من الماتشات، ده قوه شخصيه. لما يطلع يقول للاعلام انا محتاج مهاجمين، دي شفافيه ومصارح، بيحرج اللعيبه اللي عنده، وانا مولع محتاج مهاجمين، رد عليا انت في الملعب. بيطلع يتكلم عن ايمن اشرف، برونو سافيو، حتى في اخر مؤتمر بس التصريح دون، وكان كمان الاستاذ احمد كان بيتكلم ان هو صادم. كان صادم يعني، او في مهاجمين خدوا الموضوع ده واشتغلوا على نفسهم، وفي مهاجمين خدوا التصريح ده وكان بالنسبه لهم كان محبط، صح كده؟ هو المفروض يقول الكلام ده في غرف مغلقه، ما ينفعش يقوله في مؤتمر صحفي. دي سياسه عفا على الزمن. لا انا بختلف معاك فيها، اصل ده لعيبه مكمله معاه طبيعي. يعني هو، ما احنا خلينا نتفق على اتفاق. هو خسر شادي حسين ولا ما خسروش؟ خسروا. يعني الاستاذ احمد كان لسه بيقول اصل شادي حسين شارك في 20 مباراه. اولا طريقه لعب الاهلي ما بتعتمدش على الاسترايك، على المهاجم الصريح. فكور ده في مصر كلها، عايز تقيس مهاجم تحاسبه احسب له انت بتدي له كام كره عرضيه، بتدي له كام باص ورا المدافعين. يعني دي الكور اللي بس هو يعني نجاح. يعني اقول لك حاجه، اولا حسام حسن قبل كده فشل برضه، يعني مشي برضه مع كولر. يعني حسام حسن واحد من افضل المهاجمين في مصر، اللي هو راح رجع سموحه، رجع سموحه تاني. هو دلوقتي ما نجحش لان برضه طريقه اللعب ما بتساعدش المهاجم. ده نمره واحد. نمره اتنين، اما المدير الفني او المدير يانا يقول لي لا انت مالكش لازمه، او يطلع يقول لي ايه يا جماعه انا هشتغل ازاي، ده الراجل اللي شغال معايا ده ما بيعملش حاجه. ما اكيد بيحبطني. لا بس احنا شوف لازم يتكلم عشان بس عاطفيين. هو انا عاطفيين صراحه، ده شغل يعني. عاطفيين انت بتدخل عاطفه في الكوره، انت راجل محترف، انت شغلتك في الكوره، انت راجل محترف. محترف يعني تديني 100% من عندك. هل بنشوف لو احنا بنتكلم عن المحترفين، هل بنشوف تصريحات من النوعيه دي؟ موجوده جدا في كل زي في كل الاماكن. انا لو عندي مشكله، انا رياض محرز مثلا، ده جوارديولا ساعات بينتقده علنا بشكل كبير، يعني واعتذر له، الخناقه اللي على الخط اعتذر له، على الخط تبقى شايف دي بروين نفسه في الماتش النهائي قال له اخرس بالنسبه لجوارديولا، حتى والكاميرا جابتها والصحف العالميه اتكلمت عليها. انا بتكلم احنا عاطفيين شويه في الموضوع ده. انا عندي ازمه بس في المؤتمر الصحفي، عندي ازمه هو راجل قال، ودو تصريح حتى بعد ماتش اعتقد طلع الجيش الاخراني او انبي، قال لك انا محتاج اللي يديني 100% في التدريبات مش 60%. وكمان حتى عايز تشارك، انا عايز اقول لكم كريستيانو عايز تشارك الزملاء في الكنترول بيفكروني لما كان في مانشستر يونايتد اتهاجم واعتقد ده كان سبب ان هو يمشي. بالظبط انا قصدي هو عايز يبقى اعلى من المنظومه، مش اعلى من المنظومه. احيانا سواء ده كان يعني نسق بيحصل بره او بيحصل هنا، ومارسيل كولر يعني عمل التصريحات دي، التصريحات الناريه دي احيانا بتبقى ليها انطباع ايجابي وانعكاس ايجابي على اللعيبه، وفي لعيبه تانية سواء هنا او بره، احنا بنتكلم على كريستيانو رونالدو
اللي مشي من مانشستر بسبب تصريح. ممكن يكون اختلاف ثقافه طبعا، هو جاي من مكان غير مكاننا، طباع غير طباع، ممكن يكون اداره طبعا الاهلي اتكلمت معاه لانه ما كررهاش تاني الموضوع تاني، ما قالوهوش تاني، هو قاله مره واحده وما اتكلمش تاني. متاخر يا احمد، قالوا متاخر ممكن يعني قالوا ممكن قالوا يعني هو قاله مره واحده وما قالوش تاني، ممكن يكونوا قعدوا يتكلموا معاه قالوا احنا اختلاف الثقافات، ان الناس هنا عاطفيين شويه في موضوع ان انا اقول لاعب عنده ازمه، انت انا عندي مشكله، فمعنى كده ان اللعبه دي ما تنفعش تلعب، ممكن يكون ده حصل، وده اعتقد ده اللي حصل. بس انا ما كنتش شايف ان تصريحه كان فيه صادم خالص. انا عندي راجل محترف باخد فلوس على احترافي، ده بقدم منتج، لازم المنتج ده اقدمه بيرفكت عشان اقدر اخد عليه راتب بشكل كويس. انا مارس الكوره لو ما نجحش انت ما نجحتش، مش هقول شادي حسين اللي ما نجحكش او محمد شريف اللي ما نجحكش او لاعب ايا كان اللاعب، انت بتدير منظومه، فالمنظومه عندي اسر فيها، فاقول الاسر ده عندي. طيب انا عايز اسال، خلاص اعتقد فاضل لنا 3 دقايق، عايز اسال على محمد صلاح. محمد صلاح مش هيلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه، ليفربول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول شايفه زي استاذ احمد؟ بعد كده نفس السؤال الثاني استاذ احمد. لا، هو محمد صلاح بالنسبه لليفربول مشروع مش هيستغنوا عنه بالسهوله اللي حد متخيلها يعني. هو طبعا اكيد بيشعر باحباط شديد، بيتهيألي ليه تغريده اظهر فيها ان هو محبط انه مش هيشارك في دوري الابطال الموسم القادم. وطبعا لكن هم ما فيش نيه الاستغناء عنه، لانه لا طبعا لا انا ما بتكلمش ان هم يستغنوا عنه طبعا، لا قصدي بيعوا يعني، ان الرغبه من اللاعب ذات نفسه ان هو يعني ينهي مشواره مع ليفربول ويشوف نادي اخر. ما هو ما فيش انديه يعني ايه يعني، ريال مدريد اعلنوا بعد تجربه هازارد ان هي ما نجحتش. هم شايفين قالوا بيفضلوا ان هم عايزين يجيبوا لعيبه سنهم شباب. هيجيب امبابي، هو الحل امبابي. ما هو امبابي 23 سنه وعايز يجيب بلينجهام، يعني هو ده تفكيرهم دلوقتي ان هو عايز يجيب لعيب صغير. برشلونه طبعا عنده ازمه ماليه وما يقدرش يدفع مقابل مادي. ليفربول مانشستر سيتي، انا بطرح الاسماء اللي ممكن تشتري محمد صلاح. اعتقد ان ليفربول مش هيبيع لمانشستر سيتي. فاذا محمد صلاح مكمل في ليفربول يعني يعني، وهو طيب. ان شاء الله هيعوضهم يعني في حاجه ثانيه. نفس السؤال هاني، ممكن مثلا باريس سان جيرمان يشتري محمد صلاح؟ ممكن جدا، بس خلينا اقول لحضرتك على حاجه. محمد صلاح بالتطور اللي وصل له وبالمستوى اللي وصل له ده مش شغل عشوائي، ده اكيد في الوقت اللي قبل محمد صلاح يعمل فيه اي خطوه هو عارف معاه حساباته، عارف الانديه اللي ممكن تتصل بيه ويتعاقد معاه يعمل ايه، قيمته بقت في ليفربول بقى لاعب عامل ازاي. فده محمد صلاح يروح بقى يكمل في ليفربول، فهو مش هيخسر الجماهيريه بتاعت ليفربول. بص الخطوه انا واثق تمام الثقه، تمام الثقه ان محمد صلاح مش هيعمل خطوه غير مدروسه. ده كلام محترم احمد. شايف محمد صلاح؟ لا محمد لا يكمل في ليفربول، انا شايف ان هو يكمل، مفيش اي مشكله. تصريح يورجن كلوب قال محمد صلاح كان مبتسم في ساعه الغداء ومفيش اي مشكله خالص، تصريح عادي جدا، لا مفيش مشكله. محمد صلاح صنع تاريخ مع ليفربول، عمره ما ضيعه عشان يروح نادي لمده سنه ممكن ما تكيفش معاه، وعندنا امثله كتير جدا في عدم الانسجام مع لعيبه. ميسي حتى مع باريس سان جيرمان مش هو ميسي اللي كان مع برشلونه، ده حقيقي. اعتقد بشكل كبير محمد صلاح مكمل مع ليفربول الى اعتزاله. انا بشكرك شكرا جزيلا احمد عادل، هاني عبد الصبور، استاذ احمد، بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا. بكره اعزائي المشاهدين حلقه جديده من رقم 10، انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.